الرب الكريم سبحانه وتعالى عندما يرى من عباده إقبالا فإنه جل في علاه يريد أن يعطيه عطاء. ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم عليها السلام لما تحدث زكريا إلى ربه جل وعلا في بدايتها وقال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. الله، الإنسان عندما يتحدث مع مولاه ويعلم أن الله قد قبل دعاءه من قبل فإنه لا شقاوة له في حياته. قال الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى: يسن للإنسان عندما يدعو الله جل وعلا أن يستدر نعم الله بما آتاه، يعني يسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيه مثل ما عوده. اللهم إنك عودتنا خيرا فأعطنا. زكريا يعلمنا هذا. عندما تدعو الله قل: يا رب أنت الكريم، أنت الذي أعطيتني دائما، ولم أكن بدعائك رب شقيا، لم ترد لي دعاء أبدا. فالله جل وعلا لما يرى منك هذه الطريقة، هذا الاستحسان، هل يا ترى سيردك؟ حاشاه، مهما كان دعاءك، مهما كان.